فيما كنتو، مرحبا بكم دائما في برنامجكم اليومي، برنامج بيت سعيد. صباح الخير عمر حيبري تصوير حلقة اليوم، وصباح الخير خديجة مرحي في الإخراج، وصباح الخير العمراني حسيني مريم مقومة البصر. صباح النور. صباح النور مريم، شرفاني منوراني. شكرا بزاف على الاستضافة. مرحبا بك. الله يبارك فيك. مرحبا بك فيك. للا مريم، اليوم غادي نتكلموا على واحد المهنة ماشي جديدة، هي كاينه ولكن غادي نقربوا المستمعين ديالنا. شنو هي مقومات البصر، وشنو الاختصاص ديال مقومات البصر، وغادي اكيد غادي نتكلموا على الحول كذلك. راه الاختصاص ديال مقومات البصر هو اختصاص كيدار مورا الباك 3 سنين، وهو الهدف ديالو الاول هو مساعده الطبيب العينين في تشخيص وتحديد الدواء المناسب للمريض. وي. والاختصاص ديالنا الاول هو علاج الحول والارهاق البصري. نعم فوالا. دونك كاينين اختصاص، كاينين بزاف الحوايج اللي ممكن انهم يعالجوهم مقومات البصر. تماما. الوغ كاين ضعف البصر عند الاطفال. وي. اللي كيجيهم الحول منذ الولاده او بعد. وي. وبعد مرات حتى الكبار، يعني العلاج ممكن. وي. حتى عند الكبار. كاين اهم حاجه عند الكبار اللي معروفه بزاف هي الارهاق البصري. الناس اللي كيستعملوا بزاف الشاشه. وي. يعني ليكرون ديال بي سي او ديال البورتابل او ديال اي، يعني. وي. اي شاشه كيف ما كانت، ربما طول اليوم لانهم كيكونوا كيستخدموه 8 ساعات او اكثر في الشغل ديالهم، اذا كيجيهم اعراض مثلا ك حرق الراس. وي. الدوخه، الشوف ديالهم كيكون بحال اللي كيرجع، كتولي عندهم الضبابه. وي. كتجي وكتمشي. كاينين بزاف ديال الاعراض كيعانيوا منها، وكيكونوا ما كيعتقدوش انها جايه من العينين. ولكن دائما التصبيق الاول هو كيكون عند الطبيب ديال التشخيص، كان عند الطبيب ديال العينين. يعني بعض المرات كيكفي انهم يلبسوا النظارات ديالهم الوقت كامل. وي. وكيكونوا سولاجي من لي سيمبتوم اللي عندهم. واضح. وبعد مرات ملي كيفوت الحال، يعني ملي ما كيفوتوش الحال، واخا كيلبس النظار، واخا يعني كيلبسهم اون بيرمانونس دائما. وي. وكيبقى هذوك لي سيمبتوم كيركزوا، كيبقاو يعني بيرسيستون. ديك الساعه خصو يتوجه لاون اورتوبتيست بلوردونونس ديال لوفتالمولوجيست. واضح. فما كتعاونوا لوفتالمو على التشخيص ديال ضعف البصر او لا شبكه. الوغ تشخيص ضعف البصر، تشخيص الحول. وي. ياك. نعم. وقياس الحول، يعني حنا كنديروا حتى قياس الحول. واضح. وكنديروا ترويد البصر، يعني. نعم. الحول كتكون اون جينيرال واحد العين كسلانه. وي. ما كتشوفش مزيان. نعم. والعين الاخرى هي اللي كتخدم. نعم. دونك المخ نوتراليز هذاك كي 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 كيقضي على هذاك الصوره اللي ما زويناش، وكيخلي الصوره المزيانه اللي كتشاف بالعين المزيانه. دونك دوكو تيولي الدرك على وحده. والعين الاخرى ربي عطانا جوج عوينات باش يكونوا العينين بجوج كيشوفوا مزيان. نعم. دونك كنديروا الترويد باش كنقدروا نوصلوا ل 10 على 10 العوينات بجوج. هذه او ميور دي كا. بعض المرات ما كنقدروش نوصلوا ل 10 على 10، مي كنحاولوا نروضوا حتى كنوصلوا لحده البصر. نعم. ديال هذاك المريض، حتى هذيك العوينه كتولي تشوف مزيان بحال العين الاخرى. تماما. بعد المرات كيكونوا حتى بجوج ضعف، بعد المرات كنديروا الترويض ديال العينين بجوج بهم. واضح. خصوصا قلتي لي لالا مريم، بزاف الناس اللي كيجيو عندكم اللي كيخدموا بلي شيفخ، كيخدموا بالارقام. ايه. كيكون عندهم ضعف كثير في البصر. الوغ هذا ماشي ضعف البصر، هذا كيتسمى الارهاق البصري. الارهاق البصري. وي. دونك هذا اون فيت ضعف عضلات العينين. واضح. ضعف عضلات العينين، يعني كيف ما كاين حول ويقدر يكون الحول ديال الاطفال فيه. وي. ضعف ديال البصر، كاين ضعف ديال عضلات العينين اللي هو كيؤدي كيف ما قلت لك لهذوك لي سيمبتوم تقريبا، مو دو تيت، دوخه، شوفه فلو، لا جين على لا لوميير، كيكونوا تري ديرونجي على لا لوميير، ما كيقدروش يستحملوا. وخلاص نهار كامل ما كيجي كيسالي النهار كامل ديال الخدمه ديالو ديفون لو بي سي ولا ليكرون اللي عنده، الا وانه صافي ما تيبقاش يقدر يقوم بحتى شي مهمه اخرى. واضح. حتى الخدمه ديالو بنفسها ما كيقومش بها بطريقه جيده. نعم. لان بعض المرات كيكون تكون اون كونفيزيون كاريمون دو ليتر او دو شيفر. واضح. بوندون. نعم. الوغ كو سي بوندون، يعني
اثناء مزاوله المهنه ديالو، وهذا هذا الشيء يعني غير مقبول. طبيعه الحال خصو محتاج الى انه يدير الترويض باش يقدر يزاول المهنه ديالو بطريقه واضح مناسبة. طيب هذه هي مقومات البصر. طيب غادي نمشيو نتكلموا على الحول. الحول عرفتيه لينا كتكون واحد العين كسلانه، فبعض المرات حنا كنشوفوا الحول غير بالعينين، واش مقادين واش مزيانين؟ قلتي لا راه الحول فساد. فوالا الوغ الحول بعدا ديجا الحول كاين كاين بزاف الانواع ديال الحول. وي داكوغ. الوغ كاين الحول ديال الولاده اللي كيتزاد وهو فيه الحول، وكاينين الناس اللي كيعتقدوا ان ولادهم مثلا فيهم الحول وما تيكونش فيهم الحول، غير الظاهر في الظاهر. المرات كتكون عندهم مثلا الانف ديالهم واسع هنايا دونك تيبانوا العينين مقاربين وكيبان بحال حول، يعني ما بين الامثله. وي بعد مرات كيكون غير واحد اون بيتيت اسيمتري، يعني كيكون واحد شويه ديال لاسيمتري اللي هي خلقيه يعني. وكتكون وكيكون كيعتقد الواحد ان الواحد عنده مشكله الحول. وبالنسبه كما قلتي الانواع ديال الحول دونك كاين انواع كثيره. كاين الحول الداخلي اللي هو في جهه الانف، وكاين الحول الخارجي جهه لاطومب. وي لاطومب. وكاين الحول العمودي. نعم فوالا دونك اللي كتكون وحده طالعه الاخرى هابطه. واضح. هادو انواع ديال الحول. هادو انواع ديال الحول. ما بين كاين بزاف ديال الانواع اللي هي شويه سو سبيسياليزي، زعما هضرت على لي بلو كونو هما هادو. نعم. وكيكونوا بعد مرات مرافقين بعد لي سيندروم. وي ما ندخلش في لي ديتاي، بريفير ما ندخلش في لي ديتاي. مي بعد المرات بحال مثلا الناس كنوصيهم انه الا كان عندهم ولادهم عندهم تراقص ديال العين، تراقص ديال العين. هذا دليل على انهم ما كيشوفوش مزيان، دونك خصهم اي دوف كونسولتي اون اورجونس يشوفوا ولدهم واش خصو دي لونيت ديجا بعد اول حاجه. وعاد ديك الساعه الا كان حاول مرافق راه بطبيعه الحال لوغتوبتيست حتى هي كدير الخدمه ديالها. واضح. حنا غادي نتكلموا على الحول اللي منذ الولاده. قلتي انه ممكن يكون عندنا الحول فاش البيبي يلاه كيتزاد. تماما. حنا بعد المرات وغالبا الاسر كنقولوا ان الوليد العينين ديالو كيكونوا هكاك فاش كيتزاد. كيفاش غنديروا التشخيص؟ كيفاش غنديو عند الطبيب؟ شنو ممكن كيفاش خاصني نقول هنا راه ولدي ممكن يكون عنده حول؟ الوغ الا كانت كنشك بان كاين حول، خص الناس يعرفوا بان كاينين لي زاباري ديال لي بيبي. داكوغ. لوفتالمولوجيست عنده لي زاباري سبيسياليزي باش يشخص الا كان عنده قصر في النظر. والا كان عنده حول من الصغر من الاحسن يلبس النظر لو بلوتو بوسيبل. ان بيبي بو بورتي دي لونيت، جو لو دي اي جو لو ردي، ان بيبي de d'un mois il peut porter des lunettes tranquillement. ça se vend partout. c'est des lunettes qui sont كبار والعين كتكون الوسط. علاش؟ لان اللي دار لي لونيت ابكر ما يمكن غادي يقدر ينقص من الحده ديال داك الحول ديالو، او على الاقل يثبت يدير اون ستابيليتي ما يتزادش يتفاقم ليه. لان ملي ما كيديروش النظار في الوقت كيتفاقم الحول مع الوقت. واضح. دونك النظارات il stop ليفولوسيون ديال لو سترابيزم. فوالا. واضح. تبارك الله عليك لاله مريم. طيب بعض المرات واكيد ان الشاشه ولا التلفازه كتخرج على العينين ديال الوليدات، فما بالك الا كان شي وليد صغير وكان الام كتكون مشغوله وكنشوفهم بزاف، وربما كيجيو عندكم حتى للعياده كتحطوا قدام التلفازه كيبقى يشوف التلفازه، كيكون هنا العين ديالو كيولي عنده ضعف ديال البصر وكيكون عنده كذلك حتى الحول. الوغ بالنسبه للاكسبوزيسيون لي زيكران انا ما تنصحش بها تكون كثيره، سورتو في سن مبكر يعني افون 3 ان، لان دو بوين دو فيو ماشي غير يعني من ناحيه الشوف، من ناحيه حتى نورولوجيك. وي سي ني با بيان بور لونفون. خاصو دي زاكيزيسيون ناتوريل اللي يتعامل مع الناس يعني يلعب يتحرك يتوسا، باش تحطو بوندون توت لا جورني دوفون ليكران يعني كتظلم هذاك الوليد ولا البنيته. دونك يفو با كو سا فاس. تقدر ديروا واحد التسويعه المكانه الا اعتذر ليها الوقت. نعم. انها ما تكون ما يمكنلهاش تقابلوا ذاك الوقت، ما كاين باس باش ما نكونوش عاوتاني كنتفهموا الاباء. وي. ان عندهم ضروري كيكونوا مشغولين واحد الوقيته، غير هو ماشي توت لا جورني. الوغ بالنسبه لضعف البصر او النقص البصر كيساهم يعني ليكسبوزيسيون اكزاجيري دوفون ليكران كيزيد يفاقم الشيء، ماشي هو المسبب المباشر. نعم. او الوحيد، ولكن كيزيد يكثر من المشكل. نعم. فوالا. طيب الاسباب، من بين الاسباب اللي ممكن انه يكون الحول كيكون وراثي بعض الاحيان.
إيه تماما. ألوغ من الأسباب يعني الشائعة هو الوراثة. دونك كاين الوراثة، كاين بعض المرات كيكونوا مشاكل عضوية، يعني عند الطفل كيخلق بأن غلوكوم، كيخلق بأن كاتاراكت يعني جلالة، أو التنسيون في العين. بعد المرات كتكون اون سوفرانس نيوناتال، يعني كيكون معاناه وسط الولاده. كتكون بعد المرات كيكونوا دي بريماتوري، يعني كيتزادوا قبل الوقت. اولا كتكون لا كونسانغينيتي بوزيتيف، يعني كتكون لا كونسانغينيتي يعني الرجل والزوجه كيكونوا ولاد العم ولا ولاد الخال. كيزيد هذاك تيطلع، يعني كيطلع لا بوسيبيليتي ان تكون يا اما اعاقه يا اما حوال. واضح لاله مريم. طيب العلاج خصوصا غادي نتكلموا ربما كيف ما قلتي العلاج فاش كيكون البيبي باقي صغير كيكون العلاج مضبوط وكيكون نتيجة. طيب بالنسبة قلتي الناس اللي كبار وعندهم حوال ممكن ان تحسن ممكن على حسب الحالة ديال داك الشخص. شنو سبب الحوال؟ واش الحوال كان منذ الطفولة ولا منذ الولادة؟ واش اكتسب مع الوقت؟ لان ان جينيرال كي يعني لي زادولت اللي كيجيو عندهم حوال كيكونوا اكتسبوه مثلا سويت ا اون شوت، مثلا طاح شي طيحه ولا الله يستر شي اكسيدون فوا بوبليك. دونك هادو الحالات كتتعدد. يعني بعض المرات الحوال كيقدر يتعالج بطريقه طبيعيه من عند الله، ايريزون سبونتاني. واضح. وكاين بعض الحوال اللي نقدروا نديروا ليه ترويض بطريقه ديال التصحيح بنظارات اورثوبتيك، يعني دي بريزم كيتسموا دي بريزم. دونك الحالات كتعدد، صعيب تشخيص، صعيب لا صعيب نهضر لك عليهم كاملين الحالات كلهم، مي سي بوسيبل ترويض الي بوسيبل اوتون بور لي زونفون، يعني الدراري الصغار كو بور لي زادولت. دونك يعني ليسبوار كاين، العلاج كاين، خاص الانسان يتهلا في راسو ويقابل عويناتو، لان العينين هما يفون بارتي لا فيو سي لا في. وي فوالا، تبارك الله عليك لاله مريم العمراني. طيب غادي نختموا اكيد بالوقايه، دائما كل مختص او لا طبيب كيكون معنا الوقايه خير من العلاج. كيفاش نحافظوا على عويناتنا؟ وكيف ما قلتي لي تشخيص مهم، اننا اي حاجه شكينا فيها ندي وليداتنا عند الطبيب. تماما. الوغ الا كانت كما قلنا شك في الحوال، اوتوماتيكمون يدي ما يقولوش راه باقي صغير، سور بلاس يديوه عند لوفتالمولوجيست. ياك الوغ بالنسبه لي ما كان عنده حتى شي حاجه للوليد ولا البنيته افون لا سكولاريزاسيون ضروري اون كونسلطاسيون اوفتالمولوجيك اي نيسيسير. خص ضروري، وسورتو كان انسيستي الناس اللي كيلبسوا ديجا نضادرات، يعني الاب او الام كيلبسوا نضادر اوتوماتيكمون بلا ما يقولوا راه ولدنا غيكون مزيان ولا شي حاجه، باسكو تيكون داكشي وراثي. واضح. فوالا، تبارك الله عليك. نقطه اخيره قبل ما غادي نختم معك، كنت سولتها قبل ما نبداو لاله مريم، بعض المرات الوليدات في المدارس ما كيكونش عندهم التركيز اولا كينساو. هنا واش ممكن تكون عندهم علاقه مع ضعف البصر؟ الوغ ممكن تكون عندها علاقه بضعف البصر، وممكن ما يكونش ضعف البصر، ولكن الترويض كيعطيه كيساعدو لواحد الدرجه، نقدر نقول لك واحد 50% على انه يركز احسن، على انه تكون عنده نتائج افضل، على يكون اسرع في الكتابه وفي القراءه. وهذا الشيء سايتي بروفي، يعني او فيل دي زاني او فيل دو مون اكسبيريونس، يعني من التجربه ديالتي الشخصيه. الناس كيجيو عندي الوليدات لي دادوليسون، تقريبا لي دادوليسون تقريبا لاج دو 10 12 جوسكا 17 عام بحال هكاك، والنتيجه الحمد لله كتكون مرضية جدا. وكتساعدهم في مزاولة الواجبات ديالهم والامتحانات ديالهم في أحسن. واضح. أحسن طريقة. أهم حاجة هي أن نشوفوا وليداتنا كيفاش كيتعاملوا في المدرسة. نشوف ولدي واش كيكتب الأخطاء بعد المرات، واش لما كنقل من السبورة كنقل الأخطاء. الراقب ومشي للتشخيص. التشخيص هو المهم. تفكر ملي كنكون كيقرأ كيكون يقدر ينقز السطوره. فوالا، دونك سا سي سي يعني هذا علامه اكزاكتومون، علامه اللي خصها تشخيص. واضح. شكرا لك مريم العمراني الحسيني، مقومات البصر، شرفتيني ونورتيني. الله يبارك في لقاء اخر ان شاء الله، كاين مواضيع بزاف اللي ممكن اننا نتكلموا عليها. شرفتيني ونورتيني. الله يبارك فيك، شكرا بزاف. مرحبا بك، صباحكم مبروك. تيلي بلوس، تميز ومصداقية.